بدت يسيرة عند شرحها لنا على الخرائط، جولة حصرية نرافق فيها قوات حرس الحدود العراقية لرصد الأوضاع الأمنية المتوترة على الحدود مع إيران وتركيا. لكنهم أبلغونا أن المهمة على الأرض ستكون أصعب بكثير. لم يمض وقت طويل حتى تبين ذلك. ثلوج وتضاريس وعرة أبطأت حركتنا ثم أوقفتها قبل أن نكمل سيرنا. عناصر الحرس يقولون إن هذا أقل ما يواجهونه لتنفيذ خطة مراقبة الحدود التي وضعتها بغداد شهر أكتوبر الماضي. هنا العراق وهذه إيران، وصلنا إلى آخر نقطة حدودية بين البلدين، جبل كودو. هذا الجبل الذي كان مهماً في القتال بين الجانبين أثناء الحرب بين البلدين، ثم بعد الحرب بقي حقل ألغام، وضع أمني استغلته جماعات مسلحة للتسلل والتمركز والانتشار. لكن هذا الوضع انتهى منذ 6 أشهر فقط، حينما وصلت قوات الحدود لأول مرة منذ 1991 إلى هذا الجبل. يسعى العراق لتثبيت سيادته على أرضه ولسد ذرائع جارته، إذ تتحجج طهران بعملية التسلل وبانتشار جماعات معارضة للنظام الإيراني لتشن ضربات على مواقع داخل العراق. بعد مسك هذه الأماكن، الحمد لله المجاميع المسلحة ما بقت في المنطقة، والأهالي القرى رجعوا لعملهم في عمل الفلاحة والزراعة. وهذه المنطقة لها أهمية كبيرة جدا، وذلك لسد ذروع الحكومة الإيرانية بوجود مسلحين أو وجود حالات التسلل. بعد وصولنا هنا بعد 6 أشهر حتى الآن لم يحصل أي حالة تسلل أو تهريب في هذه المنطقة، لأننا الآن نحن على خط الصفر بين الحدود العراقية الإيرانية، وهذه كما ترون نقطة إيرانية مقابل مخافر الحدودية العراقية. يهدف العراق إلى نشر قواتها على كل الحدود مع إيران، حتى في المساحات التي كانت خالية لعقود. مسعن يقول إنه يحتاج لتحقيقه إلى طائرة مسيرة تراقب الحركة في المنطقة، كما يحتاج لعدد أكبر من عناصر قوة الحدود ولتزويدهم بأسلحة متطورة. قضيتان تتذرع بهما إيران لشن ضربات وحتى التهديد بعمل بري على الأراضي العراقية. القضية الأولى، تقول إيران إن جماعات معارضة للنظام الإيراني تتسلل عبر هذه الحدود وتدخل لإيران لدعم المظاهرات وإثارة الشغب، كما تقول السلطات الإيرانية. نحن في النقطة 0 من الحدود العراقية الإيرانية في مقر لحرس الحدود العراقي، وعلى مقربة منا نقاط أمنية إيرانية. هذا الانتشار التدريجي للأمن العراقي يبدو أنه ينفي الذريعة الأولى. أما القضية الثانية، فإيران ترغب في إنهاء وجود كل الجماعات المعارضة لها داخل كردستان العراق وليس على حدودها فقط، وهذه قضية تحتاج إلى قرار سياسي على ما يبدو وليس أمني فقط. من الحدود العراقية الإيرانية إلى حدود العراق وتركيا وصلنا. نرافق قوات حرس الحدود العراقية في هذه الرحلة الخاصة لنا لنواكب تنفيذ المرحلة الأولى من خطة نشر القوات العراقية، مرحلة مخصصة للمثلث الحدودي العراقي التركي الإيرانية.
على حدود تركيا لازمة عنوانها واحد، حزب العمال الكردستاني الذي ينتشر منذ عقود في مواقع مختلفة في العراق منها إقليم كردستان. صراع طويل بين تركيا وحزب العمال الكردستاني الذي انتشر في بعض المواقع داخل كردستان العراق سبب بدا كافياً لتركيا لتشن ضربات وتدفع بقواتها لعشرات الكيلومترات داخل الأراضي العراقية. يواجه العراق هذا الوضع سياسياً تارة وأمنياً تارة أخرى. دخلت هذه القوات بحجة ضرب مسلحي حزب العمال الكردستاني، ولكن بقت هذه القوات في مكانها ولم تتحرك ولو لم ترجع. ولكن في بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003 تشكلت قوة حرس الحدود في الإقليم. كانت أكو تواجد لمسلحي حزب العمال الكردستاني في بعض مناطقنا، ولكن بعد تقدم قوات الحدود العراقية وبمعاونة البيشمركة لهذه المناطق لم يبقى أي مسلح في هذه المناطق، وتم بناء قلاع لقواتنا الحرس الحدود. القوات البيشمركة موجودنا وموجودة خلفنا، هي تدعم قوات حرس الحدود في هذه المنطقة. أي شيء يحتاج قوات الحرس الحدود يحتاجونه قوات البيشمركة تدعمها. بالتحديد ما أقدر أقول لك كم نقطة واصلين إليها، بس إحنا واصلين كم نقطة واصلين على الشريط الحدودي. وبالمستقبل اكو برنامج ويا الحكومه المركزيه وحكومه اقليم كردستان نتوزع على الشريط الحدودي على خط الصفر، نفتح مخافر وتتواجد بها قوات الحدود. لكن القرار العراقي بالانتشار لا يكفي، فهناك تفاهمات سياسيه لابد من التوصل اليها بين بغداد وانقره، وتحديات امنيه بشان قبول حزب العمال الكردستاني بالواقع الجديد واستيعاب قوة البيشمركة في إقليم كردستان لموقعها الثاني على الحدود. سارة بن عشوبة، الحدث، كردستان العراق.